السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائي طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي بشركة آفاق التعليمية، ومع درس جديد من دروس مادة الرياضيات بعنوان أحل المسألة. درسنا اليوم يا شباب أحل المسألة أرسم صورة. أستعد. فكرة الدرس أرسم صورة لأحل المسألة. أتذكر خطوات حل المسألة يا شباب مرت علينا في الترم الأول، وهي 4 خطوات. أول خطوة أفهم، ثاني خطوة أخطط، ثالث خطوة أحل، رابع خطوة أتحقق. تعالوا نشوف مع بعض كده كيفية رسم صورة. أرسم صورة لأحل المسألة. تعالوا نشوف المثال الأول. لدى يوسف 6 حبات من الكرز، أكل 3 منها، كم حبة باقيت؟ يبقى أول خطوة يا شباب خطوة إيش؟ أفهم. والفهم بيجي منين يا شباب؟ من القراءة الجيدة للسؤال ومعرفة المطلوب. يبقى أنا عندي هنا بيقول لي إيش يا شباب؟ لدى يوسف 6 حبات من الكرز، أكل 3 منها، يبقى إيه المطلوب بقى؟ كم حبة بقيت؟ أحسنتم يا شباب، يبقى فين المطلوب؟ عاوز أعرف حبات الكرز الباقية. أحسنتم يا أبنائي. ثاني خطوة يا شباب خطوة التخطيط. أبدأ أخطط، واتفقنا هنا يا شباب في درسنا هنرسم صورة، يبقى هأرسم كام حبة كرز يا شباب؟ أحسنتم يا أبناء الطلاب، يبقى هأرسم 6 حبات كرز زي ما احنا شايفين، 1 2 3 4 5 6. أحسنتم يا أبناء الطلاب. طيب تالت خطوة يا شباب خطوة الحل، هنحل. طيب هو أكل كام حبة يا شباب؟ أسمعكم تقولون 3. بالفعل هذه الحبة الأولى أكلها، الحبة الثانية، الحبة الثالثة، أكل 3 حبات. طيب كم حبة بقيت يا شباب؟ أسمعكم تقولون 3 يا أستاذ. ممتازين يا أبطال. طب يلا مع بعض كده نكتب جملة الطرح. أسمعكم تقولون العدد الكلي في البداية ناقص الحبات اللي عليها إكس، يبقى إذا يا أستاذ 6 ناقص 3. أحسنتم يا أبطال. كم الباقي يا شباب؟ أحسنتم، 3 حبات أو 3 كرزات. طيب الخطوة الرابعة مين؟ ممتاز، يقول لي عليها أيوة خطوة أتحقق. طيب هنا هتحقق يا شباب، ممكن أتحقق عن طريق الجمع. ممتازين يا أبطال، يبقى هنا هجمع 3 حبات الباقية مع 3 اللي أكلها، يبقى إذن يا شباب 3 زائد 3 هيساوي كام يا شباب؟ هيساوي 6، العدد الكلي لحبات الكرز في البداية. أحسنتم يا أبطال. هيا بنا ننتقل إلى سؤال آخر. في الطبق 7 تفاحات، أكل محمد 1 منها، كم تفاحة بقيت يا أبطال؟ يبقى أول خطوة خطوة إيش؟ أفهم. قلنا الفهم بيجي منين يا شباب؟ من القراءة الجيدة للسؤال ومعرفة المطلوب. يبقى عندنا هنا نقرأها مرة ثانية. في الطبق 7 تفاحات، أكل محمد 1 منها، يبقى المطلوب عندي هنا كم تفاحة بقيت يا شباب؟ يبقى تاني خطوة خطوة إيش يا شباب؟ أخطط. أحسنتم، يبقى هنرسم صورة، هرسم كم تفاحة؟ هنرسم 7 تفاحات، 1 2 3 4 5 6 7. أحسنتم يا شباب. الخطوة اللي بعد كده الخطوة الثالثة خطوة إيه يا شباب؟ خطوة الحل. أبدأ أحل، هو أكل من التفاح هذا كم تفاحة يا شباب؟ أكل 1. أحسنتم يا أبطال. طب كم تفاحة باقية بمجرد النظر؟ أسمع أبطال شركة آفاق التعليمية بيقولوا 6 يا أستاذ. ممتازين يا أبطال. طب يلا نكتب جملة الطرح. أسمعكم تقولون هنكتب 7 ناقص
ها واحد. أحسنتم يا أبطال، كم الباقي يا أبطال؟ أحسنتم 6 تفاحات. طيب الخطوة الرابعة خطوة التحقق، هنبدأ نتحقق. يبقى هجمع التفاح الباقي مع التفاحة اللي أكلها، يبقى إذا يا شباب 6 زائد 1 أحسنتم يا أبطال هيساوي 7، اللي هو العدد الكلي للتفاح. أحسنتم وبارك الله فيكم. إلى هنا نكون انتهينا من درسنا، سعدنا بحضوركم، وعلى أمل اللقاء نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.